الرئيس المؤقت ميشيل كافاندو يعود لمزاولة عمله، فبعد أن عاشت البلاد أياماً من التوتر بدأت معالم حل سلمي تظهر في الأفق. وفي خطاب مقتضب قدم كافاندو الاحترام للضحايا، فاضطرابات الأسبوع الماضي أودت بحياة 10 أشخاص. قاتلنا معا في الأوقات الصعبة، وعندما يحل السلام نحتفل سويا. ووقعت وحدات الجيش اتفاقا مع الحرس الرئاسي الذي نفذ الانقلاب في الأسبوع الماضي، حيث تضمن التزام الحرس الرئاسي بملازمة ثكناته العسكرية. بالمقابل تعهدت القوات الموالية للرئيس بالابتعاد عن العاصمة غواغادوغو. ويعود الفضل في هذا الاتفاق إلى رؤساء الدول المشاركين في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنعقد في نيجيريا. ويأمل القادة الأفارقة في عودة بوركينا فاسو إلى المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات في أقرب وقت. نريد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إطلاق حوار سياسي تشارك فيه كل الأحزاب في بوركينا فاسو، ويبقى الهدف وهو إيجاد حل دائم للأزمة السياسية في البلاد. غير أن الأسئلة الجوهرية لا تزال محط نزاع: العفو عن الانقلابيين من عدمه، والسماح لمشاركة الحلفاء السياسيين في الانتخابات من عدمه. أما غالبية المواطنين فهم ضد مشاركة حلفاء الانقلابيين في الانتخابات.